سنة 37 بنى الخواجة هاجوب يعقوبيان كبير الأرمن في مصر عمارة سكنية وسماها على اسمه. الطراز أوروبي والمهندس تلياني. ده حتى الخواجة من كتر اعتزازه بيها كتب اسمه بحروف لاتيني على مدخل العمارة من جوه. سكن العمارة وهي لسه بكر، وزراء، بشوات كبار، خواجات، وحتى كان فيها يهود. كان فيه اتنين منهم من عيلة نصير المعروفة. سطح العمارة كان مهول، كان فيه سكن للبواب وأوضة صغيرة لكل شقة لزوم الغسيل والخزين والذي منه. كل حاجة كانت جميلة، البلد كان شكلها جميل، والعمارة كمان كانت جميلة. وقامت الثورة وانتهى زمن البشوات. ولما قامت حرب 56 كانت بداية النهاية للخواجات واليهود في مصر. الشقة اللي تفضى بعد سفر صاحبها كان يخطفها ضابط مهم من ضباط الجيش. بعض زوجات الضباط ما قدروش ينسوا عشقهم لتربية الطيور فوق السطوح. وما فيش مانع الأوض تبقى سكن للخدمات، وطبعاً اتغيرت التركيبة السكانية. مع زهزهة الانفتاح ابتدى الشارع يتغير، محلات غيرت نشاطها في المنطقة كلها، والناس برضو تغيرت. وزي دخول حضرات الضباط العمارة ما تلف حالها، خروجهم منها جابها الأرض. كانوا اغتنوا بقى، نقلوا المهندسين ومدينة نصر، وبقت العمارة فتحة لأي حد معاه فلوس. وطبعا اتغيرت التركيبة السكانية، السطح بقى كامل العدد، الأوضة الواحدة شايلة عيلة بحالها. مش بس العمارة اللي اتغيرت، البلد كلها اتغيرت.